كل سنة وانتوا طيبين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. عيد يعني لحمة، ويا سلام بقى لما تكون لحمة طعمها جميل وبتتبيلة خطيرة ومن غير أي مجهود ولا أي تعب. كل ده موجود في وصفة النهاردة. النهاردة هعملكم موزة ضاني بعسل النحل، طعمها خطير يا جماعة، جوسي ولذيذة زي بتاعت برة وأحلى كمان، ومن غير أي مجهود وفي ساعة بتكون جاهزة معايا بالمنظر القمر ده. بصوا شكلها يا جماعة خطيرة، وبصوا اللحمة دايبة دوب ازاي من غير أي مجهود ولا تتبيلة أوفر ولا تعب ولا أي حاجة. بصوا شكل حتة اللحمة عاملة ازاي، تجنن. اعملوا لايك ودعوا لأخواتنا ويلا بينا على طول على الطريقة والمقادير. بسم الله هنبدأ. هيكون عندي واحدة كده موزة ضاني، أنا بموت في اللحمة الضاني، يعني في حدود مثلا كيلو لربع أو أقل على حسب ما أنتوا عاوزين. خلاص طبعا غسلتها كويس أو نظفتها كويس أو من أي حاجة جواها، وبعدين هبتدي أتبلها على طول في الطاجن اللي هعمل فيه الأكل على طول من غير أي مجهود. التتبيلة سهلة جدا، على فكرة اللحمة ما بتحبش التوابل كتير، تمام؟ فحطينا شوية فلفل اسود كده حلوين وشوية من الملح طبعا حسب الرغبة، وهبتدي أعمل لها مساج قوي جدا جدا جدا. اللحمة بتحب المساج قوي عشان تخش بس في كل أجزاء أو أنسجة اللحمة من جوه بالشكل ده. خلاص اتمسجت تمام، نحط لها بقى الحاجة التانية. هنحط حوالي معلقة صغيرة مليانة من عسل النحل. ايوه زي ما انتم سامعين كده، بيخلي اللحمه تبقى طريه جدا، تستوي معايا بسرعه، وفي نفس الوقت بيبقى فيها طعم تسكيره كده لذيذ من غير اي تعب ولا اي مجهود. سهله جدا جدا جدا. اتبلت خلاص هبتدي بقى اشتغل فيها على طول، ويفضل احطها في التلاجة بس احنا مستعجلين عايزين نتغدى فهنعملها على طول. هحطها على النار واحط عليها حوالي يعني يعتبر معلقه صغيره مليانه من السمنه البلدي، ممكن كمان اشوحها في اللية عادي جدا مفيش مشكلة، واحط عليها كم فص كده من الثوم الصحيح، واحط عليها كمان يعني وردة او وردتين من الروزماري، نفس فكرة الستيك بالظبط. وابتدي اشوحها بقى، بصوا تشويحها بقى والشكل يا جماعة مهما وصفت لكم يعني الشكل خطير قد ايه، والريحة تجنن. اوكي بالشكل ده خلاص. وابتدي بقى عبال ما تتشوح هبتدي ان انا اقطع الخضار، اي خضار عندكم، الاساس ان انا احط بصل بالشكل ده، واحط جزر، واحط فلفل، ممكن بقى نزود بطاطس، نزود مشروم، نزود اي حاجه، نزود كوسه اللي موجوده عندكم. قطعت كل الخضار، معلش اللي ما حبتش اصور يعني او ما عرفتش اصور الباقي، تهيالي كنت بصور بس طلع مش بيصور يعني. قطعت زي ما انتم شايفين كده جزر وفلفل وبصل، هبتدي ان انا اشوح بقى. بصوا بقى صوت التشويحه بقى والاصوات تجنن تجنن، وابتدي ان انا اقلب بالمنظر ده. الموضوع سهل جدا، لغايه دلوقتي ما عملناش اي مجهود خالص بالشكل ده. اهم حاجه التقليب الجيد. هحط بقى شويه من فلفل اسود تاني وشويه من القرفه. ايوه القرفه بتدي طعم خطير للموزه او للحمه عامه يعني. طبعا الملح هنظبطه حسب الرغبه. خلاص كده الوصفه خلصت معايا. خلصت زي ما انتم سمعتوا كده، بس يا دوبك التسويه. هبتدي بقى اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت ويمين وشمال وشمال ويمين وكل حاجه. مش قادره اوصف لكم كمان لما اتحطت القرفه عملت ريحه خطيره خطيره خطيره. وصفه سهله جدا جدا وهتنفع قوي معانا في العيد. خلاص هبتدي احط عليها بديل مرقه الدجاج، ممكن تحطوا مرقه دجاج عادي من عاوزين، بس دي مكعبات كولاجين انا كنت عاملاها معاكم قبل كده في الحلقه بتاعت شوربة العظم. لو عايزين تعرفوا طريقتها هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاع الحلقة في صندوق الوصف بالشكل ده. خلاص وهنزل عليها بحوالي كوباية او كوباية ونص من المية السخنة بالشكل ده. خلاص تري بقى تبقبق كده معايا والخضار يبتدي يدبل معايا. خلاص هي كده جاهزة معايا. هاكلها؟ لا طبعا مش هاكلها على طول يعني، هاخدها احطها طبعا في الفرن. قبل ما احطها في الفرن هيكون عندي مثلا لو انا عندي ورق زبده احط ورق زبده الاول، بعد كده احط عليه ورق الفويل. لو مش موجود عادي مش مشكله، اهم حاجه ان احنا نغطيها كويس. ده ورق زبده عندي من ناحيه ورق زبده ومن ناحيه ورق فويل، اهم حاجه ان احنا نغطيها كويس قوي ونكمرها كويس قوي عشان تستوي كويس في الفرن. دي شكلها بعد ما قعدت حوالي يمكن 15 دقيقه على النار. اجيب بقى شويه من الصوص كده احطهم على اللحمه من فوق، طبعا اللحمه متشوحه بس من بره لكن من جوه طبعا لسه ما استوتش،
فالموضوع سهل جدا. هجيب بقى الورق الزبدة اللي عندي بالورق الفويل وغطي كويس. أما حاجة اللحمة بالذات تتكمر كويس أو تتغطى كويس جدا. وبرضو هجيب غطى يقدر يخش معي الفرن وأغطيها كويس جدا جدا جدا. هحطها في الفرن يعني ساعة. طبعا أول نص ساعة أطلع هقلبها الناحية التانية وابتدي أن أنا أكمل سواها. دي شكلها بالظبط بعد ساعة، حسب بقى الفرن ممكن تقعد ساعة ونص، على حسب ما تستوي على حسب مزاجكم. بصوا شكلها يا جماعة تجنن. طبعا الخطوة دي يعني مش لازم تتعمل، بس بتودي الطعم في حتة تانية. طبعا عارفة انه غلط جدا ان انا احط الفحم والكلام ده، بس احنا في عيد يعني من وقت للتاني مش بعملها على طول، كل فين وفين بعملها. بتدي طعم الشوي وبتبقى زي بتاعت برة بالظبط. هحط كده الفحمية وتشها بحتة سمنة صغنونة وغطيها كويس عقبال ما تاخد بقى طعم الفحم والكلام ده. انا عارفة انه غلط، عشان تكتبوا لي في الكومنتس انه عارفة انه غلط، بس هي يعني مرة مش كل مرة بعملها. اوكي، واعمل جنبها زي ما انتم شايفين كده رز بسمتي، ممكن رز ابيض، ممكن حطوا اللي انتوا عايزينه او اعملوا جنبها اللي انتوا عاوزينه، بس يعني عشان تبقى الطف وصحيه اكتر هعمل جنبها شويه من رز بسمتي. خلاص دي كده خلاص زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، نقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك تجنن. هشيل الفحميه بقى الوحشه السيئه دي. وبصوا بقى معايا الموزه عامله ازاي يا جماعه، مهريه تجنن، مش عارفه امسكها اصلا من كتر ما هي يعني مش عارفه تتلم على نفسها، بتقع خالص من زي ما انتم شايفين كده. بصوا شكلها زي بتاعت بره واحسن كمان مليون مره. بصوا بقى سيبكم من اللحمه دلوقتي، بصوا بقى كده معايا الصوص كمان عامل ازاي. الصوص يجنن زي ما قلت لكم، ممكن تزودوا حاجات تنقصوا حاجات عشان خاطر برده يبقى عندنا تغميسه كده ناكلها مع الرز، ويبقى كده احلى وجبه ممكن تعملوها في العيد يعني جنب الثريد كده، او اللي هي الفته عندنا بالمصري بنقول عليها، يوم كده ويوم كده، وتبقى يعني احلى واجمل وجبه ممكن تعملوها في العيد وتستمتعوا كلكم وتنبسطوا وتبسطوا كل اللي حواليكوا كمان. بصوا الصوص عامل ازاي، جوسي جدا جدا. خلصت الحلقه كده؟ لا ما خلصتش طبعا، هوريكوا اللحمه عامله ازاي، بس نقرب ونشوف احلى تفاصيل. ممكن الجمال عدى الكلام، يجنن يجنن شكلها يا جماعه خطير. طبق موزه زي ده كده لو جبناه من بره هيبقى بالشيء الفلاني، نعمله في البيت ومن غير اي تعب ولا اي مجهود ولا توابل اوفر ولا اي حاجه. اللحمه يا جماعه دايبه دوب زي ما انتم شايفين كده تجنن. انا مش عارفه امسكها طبعا لان هي سخنه قوي، وبصراحه مش قادره اصبر لما تبرد، لان ما ينفعش تتاكل لما تكون سخنه وملهلبه كده زي ما احنا شايفين. بصوا 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 بص حته الموزه ولا عامله ازاي معايا، خطيره خطيره خطيره. انا عايزه اقول لكم انا مش بحب اكلها من بره، انا يعني لو عاملها في البيت ماشي، لكن اكلها من بره لا، ما مش بحس ان هي بتبقى لطيفه او متتبله تتبيله محترمه. بصوا عامله ازاي يا جماعه، والله العظيم لوحه فنيه. العسل خلى اللحمه دايبه دوب من غير اي تعب ولا مجهود. وهنشوف بقى الصوص كده معانا ومع الرز. انا باكل الرز بالشوكة، لا انا بحب اعمل كده صدقوني، ده كده افضل يعني، بيبقى يعني بيخلينا نشبع بسرعه. هنشوف بقى الرز، بصوا مفلفل كده كمان ولطيف ازاي، وحاجه كده اخر جمال واخر لذاذه. ونستمتع واقول لكم يا رب يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. متنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيس والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا، كل سنه وانتم طيبين. سلام.